السلام عليكم، احنا معاكم في الجلوبال انتربرنورشيب سامت. معاكم عبد الله الشلبي من ومضه، ومعاي الاستاذ الياس الجنرال مانجر المدير العام لشركه باي بال في الشرق الاوسط. الاستاذ الياس كيف صحه؟ مرحبا، ماشي الحال. شلون لقيت المؤتمر والانتربرنورشيب في الجو العام؟ شلون لقيت اليوم؟ اول شيء اول مره بحكي عربي بالشرق الاوسط، فهذه لوندا سبيشال. لك حقيقة عجبني كتير الصمت، لأنه بتشوف كل الناس اللي بدهم يعملوا يفتحوا شركتهم موجودين هون، والأفكار في كتير أفكار حوالي البوس اللي برامت، والناس بدهم يعملوا، عندهم أفكار حلوة بدهم يعملوها شغل. أوكي. الحين باي بال طبعا داشة المينا ريجن من زمان، ولا إيش كثر صار لها من خشة المينا ريجن؟ وين باي بال الحين يعني بالضبط؟ باي بال من كم شهر، من شهر عملنا هون اناونسمنت انه باي بال جاي على الشرق الاوسط، واليوم بسبع بلدين بالبلدين العربيه بجوردن وكل الجي سي سي فيك تفتح باي بال حساب لك ككونسيومر وكمرشنت وفيك تشتغل. من كمان زياده عن هولي بالماروكو، تونسيا، والجيريا واليمن كمان فيك تفتح باي بال حساب وكمان تشتغل اونلاين تشتري اونلاين. وشنو باي بال نظرتها للمستقبل في الشرق الاوسط؟ وين رايحه باي بال بالنسبه للشرق الاوسط؟ ناقصنا بعد بلدين يلي بعد ما موجودين فيهم اليوم، هن لبنان واهم شيء مصر. فان شاء الله وين تشوف؟ انا الحين قاعدين نلاحظ ان في عديد من الشركات الصغيره اللي قام تطلع عشان تحل مشكله الاونلاين بيمنت. ما دام يعني باي بال يعني هي كبيره وقادره تستوعب هذا، في فرصه حق الشركات الصغيره تنافس، او انهم ليش اصلا بالاصل قاعدين يطلعون يعني؟ باي بال اكثر شيء، نحن عندنا 10 ملايين ميرشنتس شركات مع باي بال، وعندنا 100 مليون كونسيومرز. الشركات اللي عندنا اياهم 90% منهم هن شركات صغار، والشركات الصغار عندهم مشكله واحده هي اسمها كاش فلو، اسمها مصاري. فالمشكلة اللي عندهم هي لما بياخذوا شغلهم اونلاين وبدهم يبيعوا اونلاين، البنوك اما البيمنت جيت واي بيطلبوا منهم ديبوزيت، بيطلبوا منهم تدفعوا قبل، ويدفعوا قبل ما عندهم مصاري. اذا عندهم مشكلتهم مصاري ما فيهم يدفعوا قبل. الباي بال الموديل تبع باي بال كثير ترانسبيرنت، بتروح على الويب سايت بتكبس على الفيز وبيقول لك قديش رح نقبض منك. رح نقبض منك هي 3% 3.4% وفيكس في، وهال 3.4 بلش ينزل طالما البزنس تبعك عم يكبر. ما بناخذ من الشركه مشي قبل، مشي مونثلي، مشي ابدا، بس لما بتبيع ناخذ منك، وكل ما يكبر البزنس تبعك كل ما تنزل الكوميسيون تبعك. فهو واحده من الشركات اللي نسمع عنهم، شركات اللي هم الاونلاين بيمنت، يقولون يعني ما يقدرون هم يوصلون مرحلة ان باي بال كومبتيتيف ان برايسنج الى ان يكون دي سكيل، يعني لما يصير حجم كبير. فما هي عن وجهة نظرك بهذا الموضوع النقطه؟ نحن مش ما بدنا لما بيكبر شغلهم بينزل السعر، بس سعرنا من الاول كمان واطي 3.5 3.4% وفيكس في، ارخص من يلي غير اشياء غير طريقات. واهم شيء ما في مونثلي في، ما في سيت اب كوست، ما في ولا شيء بنقبض منه قبل ما تبلش تشتغل، وهذه اهم شيء. في موضوع هنا عندنا مشهور في الميدل ايست، يعني في الوطن العربي والشرق الاوسط، اللي هو الكاش ان دليفري. يعني الناس تدفع بالكاش لما توصل لهم الاغراض عند البيت، لانه ما عندهم الكريدت كارد اللي هو الفيزا كارد. هل لاحظت هذا يعني يتكرر معكم هالموضوع، او مشكله هاي تواجهكم؟ شنو وجهه نظرك؟ كاش ان دليفري اكثر 80% من الاي كوميرس بالشرق الاوسط كاش اون دليفري، وفي عده مشاكل ليش الناس عم يعملوا كاش اون دليفري. اول شيء يلي ما عندهم كريدت كارد، بس عندهم بس بنك اكاونت. ثاني شيء الناس يلي ما بيامنوا انه رح اعطيك، مش رح يوصلوا لك الغرض تراست. وثالث شيء يلي بعد ما بيعرفوا الميرشنت من ثاني ميلي. قد ما يكبر البزنس، إذا بدنا يكبر الإي كوميرس لازم نزيد تراست، ولازم نزيد مور أند مور ميرشنتس، أكثر محلات يلي بياخذوا أونلاين. وشوي شوي أكد إنه الكاش أون ديليفري رح يوطى طالما
فينا نحط بين يلي عم يشتري ويلي عم ببيع، نزيد الأمان، نزيد التراست بيناتنا. وهون باي بال عندها كتير تلعب، لأنه باي بال تاخد الفاينانشال انفورميشن تبع الكونسيومر وما بتعطيهم للمرشنت. وباي بال عندها كمان بوليسي اسمها باير بروتكشن، إذا يلي اشتريته منك ما وصل لي باي بال ستيب اب وبتظبطها، وبعدين إذا شي بتدفع لك المصاري، وإذا يلي بعت لي مش يلي طلبته كمان باي بال ستيب اب. هولي بين ما بتعطي الفاينانشال انفورميشن وان كيس اوف بروبلم كمان بنساعد، الاثنين رح يزيدوا التراست، ولما التراست بيكبر سي او دي بينزل، كاش اون ديليفري بينزل. انا ودي اسالك عن شويه ارقام، يعني انت اكيد عندكم معلومات ان ايش كثر الشركات اللي هي قامت تستخدم الحين باي بال كشركات عربيه، عندك ارقام هذه تقدر تفيدنا؟ واي اكثر دوله الحين قاعد تشوفها اكتف من ناحيه استخدامها حق باي بال وهذه المواضيع؟ اليوم باي بال الاي كوميرس اكبر شيء هون بدبي باليو اي اي، يلي بس عم نشوفه كمان انه السعوديه عم الجروس اكثر بكثير، اكيد البيز اكبر. عندهم باي بال في السعوديه؟ السعوديه عندهم باي بال كمان وفيهم والشغل عم يكبر. في قطر الاصغر اكيد بس قوي كثير قوي وكثير عم يكبر. من ثاني ميل جوردن ولبنان. لبنان بعد ما عنده باي بال، بس جوردن عنده باي بال. عم شوف الاي كوميرس في كتير انتربرنور، في كتير ناس عندهم افكار وبدهم ياخذوا البزنس تبعهم اونلاين، فكمان عم نشوفه عم يكبر. مصر is the big opportunity. باي بال رح تجي على مصر قريبا، ومستنظر كمان الاي كوميرس يكبر كبير هونيك عتيل. يعطيك العافيه. انا عندي اخر سؤال، بس هو شوي يمكن انا عندي ماي اون ستارت اب، يمكن تعرف اللي في ششمي وقاعد استخدم باي بال، لكن اللي لاحظته الامانه لما احتجت اكلم السبورت تيم احتجت اني اكلم امريكا وبعض المرات اكلم فرنسا، فهل راح نشوف سبورتنج يعني تيم الدعم حق الشركه حق المينا ريجن يعني حق الشرق الاوسط؟ اول شيء تمام يكون عندك الاي كوميرس تبعك وافتكر تاخذ باي بال، فكونجراتوليشن. عندي كمان بيج نيوز، من صرنا من شهر صار في عنا اكيب تهتم سبيشالي على الميدل ايست، بتحكي انجليزي لهلا بس راح نكمل نجيب نظبطها. كمان نمرة تليفون بامريكا بس كمان عم نشتغل عليها. اهم شيء لحديت من شهرين كان البزنس اورز ما كانوا معمولين للمنطقه هون، كانوا معمولين على امريكا. لاحظت على الامارات الحين انا اتصلت عليهم. صح هلا من هلا ورايح صاروا ساعة عن الامارات، فكمان هيدي مهمه. ترك حقيقه من 6 اشهر ما كان في شيء باي بال، هلا صار في شوي، بعد 6 اشهر رح يصير في اكثر، وبعد كل سنه اكثر واكثر واكثر. يعطيك الف عافيه استاذ الياس، وشكرا انك اعطيتنا من وقتك وشرحت لنا الموضوع. شكرا استاذ الياس. ميرسي.